اللي عمود عايزه، اللي هو في لحظه هجوم معلول وفي مساحه كبيره في ظهره، انه يطلع المساك اللي هو نجيب طلع على الخط عشان يروح يقابل ونجم. ونجم قدر بسرعته يسبق نجيب لانه هو اسرع، نجيب جاي بالعرض وهو جاي بطولي بس هو سريع جدا، وعمل كره عرضيه لغايه لاشرف بن شرقي جه قطع وخدها. نزول غدروف، يعني عبد العظيم غدروف لعيب كويس. طيب ولكن قبل ما اروح لغدروف كابتن، هروح بس الكابتن يعني جمال الغندور طبعا الحكم الدولي سابق طبعا والمونديالي طبعا. يعني كابتن جمال مساء الخير على حياتك كابتن. يا مساء النور يا محمد، تحياتي ليك وتحياتي لنجوم مصر الكبار كابتن ربيع ياسين والكابتن خالد كابتن كابونا. اهلا وسهلا بيك يا جمال، مساء الخير، ازي صحتك؟ مساء الخير يا كابتن. يكفي ذكرياتهم الجميله في الملعب خاصه مع الحكام والتحكيم، وانا اشهد على قد ايه كانوا ناس محترمين وقد ايه كانوا ناس فعلا يقدروا المسؤوليه. وانا يعني يا كابتن ما كنتش كويس مع التحكيم ولا ايه؟ ايه يا كابتن جمال؟ ما انا كنت معاك برضه كويس. محمد انت طول عمرك الحقيقه موهوب وطول عمرك الله يخليك يا كابتن. الحقيقه يعني حبيبي كابتن انك انت موهوب حتى في تقديم البرامج. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. وليك لون رائع. ربنا يخليك كابتن. رايك في المباراه؟ طب قبل ما اسالك بقى على الجزء التحكيمي في المباراه، راي حضرتك في المباراه النهارده والتعادل الايجابي 1-1؟ بص انا لو اتكلمت فنيا طبعا انا مش هقدر اتكلم زي النجوم الكبار دول، لكن الحقيقه انا من متابعتي للمباراه النادي الاهلي بدا البدايه اللي احنا كلنا كنا عايزينها، والنادي الاهلي غير محظوظ ان هو ما سجلش الهدف الثاني بسرعه، لان ده كان هيفرق كتير معانا وكان ممكن نطلع كسبانين بعدد كبير جدا في هذه المباراه بنفس الاداء وبنفس الطريقه. يعني احنا الاداء اللي اتعمل اعتقد الاداء كان عالي جدا واداء رائع جدا فنيا وتكتيكيا، لكن احنا سجلنا الهدف الاول وللاسف الشديد ما قدرناش نسجل الهدف الثاني قبل ما الكرة الوحيدة اللي راح بيها نادي الوداد يمكن في الشوط الأول يسجل منها هدف بهذا الشكل. الحقيقة يعني كان توفيق كبير جدا من الحكم أولا في عدم احتساب خطأ في نص الملعب، كان هيوقف هذه الهجمة وما كانش هيتسجل منها الهدف الأولاني. صحيح. فعلى المستوى الفني أنا شايف النادي الأهلي قدم مباراة كبيرة برغم إن هو ما ترجمش هذه السيطرة وما ترجمش هذا الأداء الفني العالي إلى أهداف. حاجة بس فنية ما أعرفش الكباتن هيوافقوني عليها ولا لأ. طبعًا أنا عمري ما هتكلم في شغل المدربين ولا شغل المديرين الفنيين لأن طبعًا دي وجهات نظر ومعايشة في الملعب. لكن أنا كمشجع كورة مش عارف، كان عندي إحساس إنه عبد الله السعيد ما كانش جاهز كليًا لبدايته أو إنه يبدأ المباراة. طبعًا عارفين نجم كبير ويمكن ما فيش كوره بتطلع لاي او 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 محور الهمزه الوسط اللي بتوصل المهاجمين للمرمى، طبعا عبد الله السعيد هو اولهم في مصر كلها، لكن لما بيكون جاهز بنسبه 100% حقيقة. مش عارف رايي الكابتن. لا وكابتن ربيع كمان اكد على جزئيه ان هو كان بعيد الى حد ما، مش ده عبد الله السعيد، مش ده اجاي، يعني في بعض اللاعبين كانوا لسه يعني بعيد عن مستوى، مش شرط ان الاصابه هي او عادته من الاصابه، لا هم فعلا عبد الله النهارده لو في حالته بالشكل اللي احنا عارفينه عنه، ايضا اجاي النهارده برضو مجموعه من اللاعبين كانت اثرت بشكل كبير ان هم بعيد عن مستواهم على اداء الفريق اكيد طبعا، او الحته التهديفيه كمان يا كابتن جمال. بالظبط كده، لكن على مستوى التحكيم طبعا واضح في ركله. انت خدتني في حته الفاول اللي كان المفروض يتحسب للاهلي اللي كان بسببه كابتن احرز فريق الوداد الهدف التعادل. يعني انا بعتبر ده هو طبعا مليون في الميه الحكم ما كانش يعرف انه هيجي منها هدف، ولكن هو فاول ما اتحسبش وارتدت الهجمه. انت عارف لما بكون انا معايا الكوره مستحوذ عليها وبيرتكب ضدي خطا، فانا بستنى عشان الصفاره عشان اخد الفاول ليا، فدي بتاخرني شويه في عمليه التغطيه، لان الحقيقه برضو كانت لعبه زي ما قلت لك هجمه غريبه جدا انه اثنين بس من لاعبي الجداد هم اللي عملوا الهدف في وسط طبعا. يعني لو شفت انا طبعا انا معاك، انا ما كنتش قلقان الصراحه لما الكوره جت لاوناجم لان كان عدد قليل. ايوه يا كابتن كان فعلا انا معاك، بس هو واحد راحت له الكوره عمل العرضيه وواحد كمان في وسط ثلاثه وحارس مرمى، فكانت الحقيقه فيها حظ توفيق عالي بشكل غير طبيعي، يعني فيها توفيق بشكل غير طبيعي. طب هو لعيب رائع صراحه اللي سجل الهدف، لعيب يعني نديله حقه برضه من الناس اللي قدموا مباراه كبيره النهارده، ولكن كان التوفيق عالي قوي 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 في اللعبه. نرجع للمقصود من المكالمه وهو التحكيم.
انا شايف ان الحكم برغم ان هو اجتهد طوال المباراه الا انه عنده خطأين مؤثرين جدا. الخطا ده اللي سجل منه الهدف التعادل، وفي ركله جزاء لا غبار عليها، ما اعرفش ازاي ما تتحسبش بتاعه وليد عزار. شيء يعني حاجه مش صعبه، حاجه سهله جدا، لاعب حصل على الكوره والثاني ده كمان فيها على الاقل انذار، هتكلم عن طرد على الاقل فيها انذار، يعني فيها عمق، فيها عرقله بعمق. فبالتالي طبعا النادي الاهلي ما كانش محظوظ في ان الحكم ما احتسبش ركله الجزاء. كابتن تقييمك للحكم، يعني تديله يمكن كابتن، يعني لو قلنا النهارده ضربه جزاء غير محسوبه، ايضا كره ممكن المفروض كانت تتحسب فاول وسببت في هدف التعادل، بعض الكرات اللي ممكن كابتن جمال الى حد ما المفروض تبقى للنادي الاهلي ما بيحسبهاش، على النادي الاهلي كانت بتمشي او بتتحسب بشكل كبير، بعض الانذارات كنا بنشوف لاعبي الوداد كانوا يعني كذا مره حذر لاعبي الوداد من ان هم يستخدموا الكوع في الاشتراك، بتشوف النهارده تقييمه كابتن كان ازاي؟ بص انا لا اقدر احاسبه عليه، اللي حاسبه عليه الخطا لو انا مقيم او مراقب للحكم، اللي اقدر احاسبه عليه هو ركله الجزاء، ده الخطا الكبير الحقيقي. يعني ده هو الخطا الكبير اللي اقدر احاسبه عليه، واحنا دايما الخطا الكبير المؤثر بيبقى له بينقص الحكم الحقيقه، بينقصه كتير. انما اعتقد انه بقيه المباراه كانت الاخطاء موزعه على الفريقين، يعني هو ما كانش بس في اخطاء ضد النادي الاهلي، لا كان في اخطاء ايضا كمان لم يستفد منها النادي الوداد في بعض في منطقه نص الملعب او منتصف الملعب. لكن خليني اقول لك انه الخطا المؤثر بالحكم اللي يحاسب عليه ويسجل عليه هو ركله الجزاء اللي هي لمسه. كم من 10 كابتن طيب؟ يعني انا في تقديري لو انا مقيم للمباراه 5، تقديره مش هيزيد عن 7 من 10، 6.5 طبعا. 6.5 7 من 10. كابتن جمال انا بشكرك، هو كابتن سمير قال لك 5 بس انت زودت 2 كمان، بس كابتن سمير كمان دايما كابتن سمير دايما يبدا الحكم عنده الامتياز من 7 من 10، بعد كده يبتدي ينزل. لا بحترم قرارك طبعا كابتن وتقييمك طبعا كابتن. منور يا كابتن. كابتن جمال انا بشكرك، كابتن جمال الغندور طبعا حكمنا الدولي السابق طبعا والمونديالي كابتن جمال الغندور. يعني عايز اقول لحضراتكم بعد خروج وليد سليمان بنتيجه الاصابه، يعني هو عنده شد كابتن خالد